أنا في رأيي أن أهم إعجاز في حرب أكتوبر اقتحام للمانع المائي وخط الدفاعي الرهيب اللي أنشأوه، فأكبر إعجاز أن احنا عبرنا القناة واقتحمناها والتغلب على الساتر التراب الرهيب والوصول إلى 15 كيلو في 6 ساعات. ده إعجاز كل العالم لازال بيتحدث فيه لغاية النهاردة، مازال بيعتبر العبور العظيم، وده كلام معروف لكل. وإعجاز ضمن هذه المهمة إخفاء العملية الاستراتيجية والخداع الذي تم، لدرجة أن إسرائيل لم تدرك أن الهجوم بدأ إلا بعد ناس ما نزلت المية، بدأ التمهيد النيراني والضربة. ده إعجاز. فيه أخطاء، لأن كل حرب فيها أخطاء. يعني أنا بقول إن إحنا كان ممكن نتفادى الثغرة لو كان لدينا من وسائل جمع المعلومات الحديثة ما نمتلكه الآن، واللي كان متأثر لدى الإسرائيليين في ذلك الوقت. طيارات بدون طيارين، معلومات بتجي لهم على الأقمار الصناعية عن طرق أصدقائهم، لو كانت تمت ما كانش فيه حصل إطلاقا ثغرة.